يعد فيلم صايع بحر للفنان أحمد حلمي واحدا من أنجح الأفلام الكوميدية في السينما المصرية، بيستعين به الكثيرون وبالنكت اللي في الفيلم وذلك في المواقف المختلفة حتى الآن. وبعد مرور 16 عام هل لاحظتم الخطأ اللي في الفيلم؟ الفيلم ضم عدد كبير جدا من نجوم الكوميديا إلى جانب الفنان الجميل أحمد حلمي. الفنانين هم ياسمين عبد العزيز وضم كمان الراحلة سعاد نصر وأحمد راتب وخيرية أحمد ولطفي لبيب وغيرهم. برغم أن الفيلم حقق نجاح كبير جدا وقت عرضه عام 2004، لكن هذا لم يمنع من وجود بعض الهفوات والأخطاء في الفيلم. يكمن هذا الخطأ في مشهد زيارة الفنان أحمد حلمي للسنترال الذي تعمل به الفنانة خيرية أحمد. زارها ليطلب يد ابنتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، فبتطلب منه خيرية أحمد الدخول إلى كابينة الهاتف رقم 3، بتشدد عليه الدخول ليها وعلى طول بتلحق بيه وبتكلمه في أمر الخطوبة. في نفس المشهد وقبل أن تنهي خيرية أحمد حديثها، نجد أن رقم الكابينة بيتغير للرقم 5، بينما يتكلم شخص آخر في الكابينة رقم 3. أما عن قصة الفيلم، الفيلم تم عرضه 2004، كان بيدور حول حسن حنطيرة وهيمة وعبده، ثلاث أصدقاء من الأسكندرية بيغنوا في الأفراح الشعبية. بيتهم حنطيرة بالتورط في جريمة قتل، أما أصحابه بيحاولوا إثبات براءته طبعا علشان يتمكن من الزواج بخطيبته.